السلام عليكم، أهلا بكم في نفهم نتعلم ببساطة. النهاردة هنشرح عنصر جديد من عناصر الصور التعبيرية بعنوان الصور والأخيرة. وعنصر التصوير له أثره القوي في نقل فكرة الشاعر وعاطفته نقلا قويا، لذلك يقال إن الشاعر أفكاره مصورة. تعالوا بنا نتعرف على أنواع التصوير. أولا الصورة الكلية اللي هي اللوحة الفنية، وهي الصورة الشعرية المكتملة المتسعة على امتداد الأبيات، وتتكون من مجموعة متآلفة من الصور الجزئية، وتعرض لوحة متكاملة الأجزاء لمعنى من المعاني أو مشهد من المشاهد، ولها خطوط فنية وتتمثل في اللون والصوت والحركة. ثانيا الصورة الجزئية، ومنها ما يعتمد على الخيال الجزئي من تشبيه أو استعارة أو كناية، ومنها ما يعتمد على الواقع والدلالات التصويرية للألفاظ. ثالثا الخيال الشعري، وهو الذي قام على إدراك الشعر للأشياء إدراكا عميقا وتعاطفي واندماجه فيها، حتى نراه يخلع على الأشياء صفات ليست لها في حكم العقل ولكنها مستمدة من روحها وجوهرها.